في الشباب، أمور تستجد آخرها كان قرار بالأمس بتحذير رئيس النادي ونائبه بعد تصريحات إعلامية وصفتها لجنة الانضباط بأن فيها اتهام وتشكيك. في أيضا في الشباب حديث عن بعض عقود اللاعبين، في الشباب حديث عن تكتل أخير ضم رئيس نادي الشباب مع رؤساء أندية آخرين لمشروع سقف العقود الذي يبحثون الاتفاق عليه. حول كل هذه المواضيع الشبابية ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان. مساء الخير أبو الوليد. يا هلا، مساء النور عليك والجميع. أبو الوليد أدخل معك مباشرة في كثير من الأمور وأستغل تواجدك. أولا سأبدأ معك بالقرار الذي صدر مؤخرا آخر شيء، وبعد كذا بنتكلم عن موضوع الرويلي. أمس صدر قرار من اللجنة تعرفه، لا تحتاج إلى التذكير به، كيف تعلق عليه؟ لا أعلق عليه إلا أبدا، اللجنة اتخذت قرارها وموضوع منتهي بالنسبة لنا. ما يعنيك أبو الوليد؟ الموضوع منتهي بالنسبة لنا، يعني القرار اتخذ ونحترم هذا القرار يعني كل ما ورد في القرار صحيح، هذا يعني انك متفق؟ لا طبعا، احنا لا نرغب في تناول هذا الموضوع بالشكل الاعلامي، طبعا لكل انسان وجهة نظر، لكن طالما اتخذ القرار وغير قابل للاستئناف نحترم هذا القرار ونكتفي بذلك. يعني ما تتكلم عن حيثيات القرار وفي اتهامات للجنة والتشكيك؟ ما راح اتكلم، وجهة نظر ما راح اتكلم فيها وسائل الاعلام. طيب هذا الموضوع منتهي عند هذا الحد، اكتفي بلفت النظر ولنا وجهة نظر واعتقد ان الموضوع منتهي. طيب الموضوع اخر ابو الوليد، موضوع الرويلي بالتاكيد كان فيه يعني احاديث سابقه عن هذا اللاعب، ولكنكم امس اعلنتم الخبر بشكل مفاجئ للجميع بتوقيع العقد، كيف تصف هذه الخطوه؟ والله عبد المجيد الرويلي من اللاعبين اللي احنا نتابعهم من فتره، كلفنا المدرب ميشيل مرسوم بمتابعته واعطيناه اشرطه كامله، تابعه في الجولات الاخيره. من اللاعبين المميزين اللي اعتقد صغار في السن يستطيعون يتطورون في نادي الشباب بشكل اكبر. تسمح لي وي لو ترفع صوتك الله يسلمك شوي، تقرب منه، تفضل. من اللاعبين الجيدين اللي يستطيعون التطور في نادي الشباب، لاعب في مركز احنا نحتاجه، ايضا لاعب مهاري ويتمتع باخلاق عاليه، والمدرب ميشيل بوردوم تابعه بشكل جيد واشار بتسجيله، واحنا فاوضناه في الايام الاخيره وانهينا الوضع بشكل واضح. هل تحتاجون اللاعب كلاعب اساسي ام كلاعب بديل يعني بمستويات اللاعب الاساسي؟ والله بالعكس، انا متفائل ان عبد المجيد الرويلي مع الوقت حيكون اساسي، سيتطور كثيرا في نادي الشباب، واعتقد انه صانع العاب على مستوى عالي وجيد. واعتقد انه ان شاء الله بيدخل ضمن كوكبه اللاعبين في النادي وبينافس على يعني على ان يكون مركز اساسي، وانا اتمنى له التوفيق هو وكافه الزملاء. ما في احد يحتكر خانه في لا في نادي الشباب ولا في غير نادي الشباب، لكل يجتهد النصيب. لا اعتقد انه سياسه اي نادي الناس عندما تتعاقد مع اي نادي مع اي لاعب معناها والله انا اتعاقد كبديل او اتعاقد انا اتعاقد مع لاعب واعد يستطيع ان يفرض وجوده في الخط الشبابي. طيب ادخل في اللاعبين ابو الوليد اذا سمحت لي، ابدا اولا ب موضوع هل يعني اللي سمع التعاقد مع الرويلي يبدو انه يشعر بان هذا اللاعب جاء مكان عبد العطيف؟ لا ما له علاقه بموضوع عبد العطيف، موضوع عبد العطيف موضوع محسوم وموضوع سبق تم التعليق عليه عده مرات، موضوع عبد المجيد الرويلي موضوع يحتاجه النادي. ولا اعتقد اننا والله لاجل اللاعب فلان او اللاعب يعني نكتفي بتعاقداتنا ونكتفي سياسة تدعيم الفريق هي سياسة مقررة من مجلس إدارة النادي، لا علاقة لها بأي شخص ولا علاقة لها بأي لاعب. عبد المجيد الرويلي احتاجه مدرب الفريق وتم عرضه على مدرب الفريق واقتنع فيه اقتناع كامل وأشار لنا بتسجيله وأنهينا مفاوضاتنا خلال الأيام الماضية وبشكل ناجح. أقصد أريد أنه بديل، يعني معناها أنكم ستستغنون عن عبد العطيف؟ والله عبد العطيف سبق ان اتحنا الفرصه له ولا زلنا متيحين الفرصه له للانتقال لاي نادي عربي. ما جاء شيء اي شيء الان؟ والله احنا بالنسبه لنا ما جانا اي عرض.
طيب بالنسبة للاعبين الآخرين، حسن معاذ كان له حديث قبل فترة عن طريق الإعلام تحدث عن عقده، ما لكم تعليق على الموضوع؟ والله شوف، احنا يعني مش في نادي الشباب كنظام عام في الاحتراف، انا استغرب بعض اللاعبين ان يخوض في مجالات أن لديه عروض وهو لسه ما دخل 6 شهور. فترة المحمية، فترة 6 شهور الأخيرة هي فترة التفاوض للاعب، فترة التصريحات الإعلانية، فترة المزايدات، فترة التوقيع، فترة كل شيء. لكن قبل 6 شهور يمنع منع بات لأي لاعب الخوض في أي تصريح إعلامية، ويمنع أي نادي حتى من مفاوضة أي لاعب. فأنا استغرب مثلا حسن أو غير حسن أو أي لاعب في المملكة يقول والله أنا عندي عروض ولسه حسن باقي على عقده عشان يدخل في 6 شهور، باقي أكثر من 4 شهور، ولا زال مبكر جدا لمن يتطرق أو من يدعي بأن حسن معاذ سيدخل هذه الأيام أو نهاية هذا الشهر أو هذا الأسبوع أو في بداية شهر يناير. أعتقد أنه مخطئ، هو حسن معاذ سيدخل في نهاية الموسم، سيدخل بداية 6 أشهر، وإحنا لنا رغبة في التجديد مع حسن معاذ وبلغنا هذه الرغبة، وأعتقد في الأيام القريبة سيتم الاتفاق بشكل نهائي مع حسن معاذ بعيدا عن الإعلام وبعيد عن التصاريح الإعلامية. سبق أعلنتها عدة مرات وأقولها دائما وأبدا، إذا رغب نادي الشباب في لاعب شبابي أن يستمر وهو رغب معنا، أعتقد أن الأمور تكون محسومة ومنتهية. نادي الشباب نادي كبير ونادي مرغوب يرغب فيه كثير من اللاعبين، وأكثر اللاعبين يرغبون بنادي الشباب، ولدينا منظومة احترافية إدارية تعززت هذه السنة بشكل كبير بمنظومة تدريبية احترافية عالية جدا. طيب. نقلت لنا كثير من الأنظمة الأوروبية وكثير من الأمور، أصبحنا مرتاحين بشكل كبير. طيب موضوع ثاني أبو الوليد، جاء اسم الشباب ورئيسه في التكتل الذي إن صحت التسمية أنه تكتل الذي تنوون الانضمام إليه مع رؤساء آخرين في الأندية لمشروع سقف العقود وأمور أخرى. سأسألك في هذا الموضوع على عدة جوانب. أولا، في المقابل تكتل لوكلاء أعمال اللاعبين تحدثنا عنه بالأمس أنهم سيجتمعون قريبا ليقفون ضد هذا المشروع، هل تنوون فعلا أنكم تقدمون على هذه الخطوة بوضع بالصورة اللي هي ظاهرة للإعلام أنكم تضعون سقف للعقود بالطريقة الظاهرة هذه، ولا فيه تفاصيل إحنا ما نعرفها؟ أولا، الموضوع ليس تكتل، هو اجتماع توافقي لوضع آلية مقترحة للاتحاد السعودي لوضع آلية سقف أعلى للعقود. السقف الأعلى للعقود تجاوز أحيانا مبالغ فلكية ومبالغ عالية جدا لا تستطيع الأندية، يعني الأندية لا تستطيع الآن مواصلة هذا الزحف الهائل نحو العقود العالية. طيب. ولا تستطيع الموارد الشحيحة اللي فيها الأندية عشان نقدر نواصل التجاذب الكبير تجاه ارتفاع عقود اللاعبين. نعم. فإحنا أمام هذا الطلب يجب أن نركز، إحنا لا نرغب في جعل اللاعب والله يأخذ الفتات أو يأخذ الشيء البسيط، ولكن يأخذ اللاعب ما يستحقه وزيادة ولكن بدون المبالغة الكبيرة. ونبغى نلغي قضية المزايدات على اللاعبين بين الأندية الكبيرة والأندية اللي تدفع. فإحنا نتمنى إن شاء الله أن الجميع يكون حاضر، وأنا أعتقد أن الدعوات ستكون حاضرة في الأيام القادمة، وأتمنى إن شاء الله أن يعني ينضم لنا نادي النصر، شقيقنا نادي النصر، عشان تكتمل المنظومة. والقضية هي مش قضية تكتل، هي قضية تنظيم عالي لهذا الوضع، وأنا أتوقع أن يكون السقف المطلوب يعني حسب المقترح اللي إحنا بدأنا نقترحه، طبعا ممكن يرتفع أو يقل حسب ما يراه الأخوان من أصحاب السمو والسعادة رؤساء الأندية. ممكن يكون من 3 ملايين ل3.5 ملايين السقف المقترح المبدئي الآن بشأن تحديد سقف عقود اللاعبين السنوية، يعني مجموع ما يتقاضاه اللاعب السوبر، اللاعب الـ يعني اللاعب النجم. طيب السقف الأعلى يكون من 3 ل3.5. الأعلى هذا للنجم. الأعلى طبعا. طيب. يعني كل لاعب مليون، لاعب مليونين. طيب بدخل معك في تفاصيل أبو الوليد إذا سمحت. أدخل معك في تفاصيل، لكن قبل ذلك من اللي مشى مع اللي يعرف أنه في الفكرة الآن أو اللي متفق معكم في نفس توجه رئيس الأهلي ورئيس الهلال ورئيس الشباب ومن أيضا؟
هي الفكرة شبابية هلالية أو هلالية شبابية. من انضم لكم مؤخرا؟ انضم لنا سمو رئيس الأهلي وسعادة رئيس نادي الاتحاد، وأعتقد أنه سيتم طرح وطرحت الفكرة على الإخوان في نادي النصر. وإلى الآن ما لا أعلم حقيقة عن مدى استجابتهم، يعني الأمر متاح لهم. طيب، ونتمنى أنهم يكون، لأنه مش حتى القضية لو كانت عقود لعيبتهم أنه والله مجددة أو لسنوات طويلة، القضية قضية مبدأ، قضية تصحيح وضع، قضية تصحيح مسار، القضية قضية اللي مش اليوم، اليوم معاك ممكن يكون بكرة ضدك، يعني اليوم الأمور لصالحك قد تكون، فمن الأفضل التفاهم. احنا ما احنا ضد اللاعبين للأمانة، نتمنى كل الخير للاعبين، نتمنى لهم إن شاء الله أن الله يوفقهم ويكونوا بوضع مالي جيد وحسن، لكن حقيقة في كثير من الأمور شاهدناها بعد معايشة، احنا كأندية ما نستطيع ندفع ونتواصل بالدفع هذا الهائل للاعبين. طيب رؤساء الأندية أبو وليد، احنا اللي ندفع ومن حقنا احنا اللي نعتب. طيب رؤساء الأندية هم السبب في هالمزايدات، يعني هم اللي كانوا يزايدون من أول؟ مش رؤساء الأندية لوحدهم، رؤساء الأندية جزء من المنظومة. الإعلام انتم ما شاء الله عندما يأتي عرض للاعب جميع وسائل الإعلام تتحدث وبشكل وتسلط الضوء، الإعلام جزء أساسي، الرؤساء الأندية وأعضاء الشرف وحبيب. بس من اللي زايد أبو وليد؟ الرياضي والضغط، أحيانا هناك ضغط عليك عشان ما يروح لاعب. أها. وأحيانا يكون ضغط عشان تجيب اللاعب الفلاني من النادي الفلاني. طيب، فالقضية منظومة ما لها علاقة برؤساء الأندية لوحدهم، لكن رؤساء الأندية جزء من المنظومة. طيب أبو الوليد، الحين لاعب انتهى عقده، فهمنا عشان المشاهد يكون في الصورة، لاعب انتهى عقده مع نادي وانت تبغى تجيبه مثلا، قدمت العرض الحد الأعلى، هل يعني هذا أنه النادي الثاني ما يقدم له، ولا يقدم نفس الحد واللاعب يختار؟ ما والله هذه بنناقشها الآن، إلى هذه من التفاصيل اللي أنت تطالع، إلى الآن لم نصل لهذه، يعني ما نبغى تكون احتكارية حقيقة، يعني مش حتكون احتكارية أن النادي ما يروح أن اللاعب ما يروح إلا النادي المعين، لا، هذه صارت احتكارية. إحنا نرفض، إحنا نقول هذا السقف الأعلى، لما أنا أعطي لاعب معين عند نادي الشباب السقف الأعلى أضمن ضمان تام أنه لا يوجد نادي بالمملكة بيعطيه السقف الأعلى هذا، لأن إحنا متفقين عليه، وبالتالي اللاعب هو اللي يختار بعدين. بعد كذا اللاعب هو اللي اختار، بس طيب. احنا نقصد انه اذا وقع عند نادي الشباب او وقع عند اي نادي اخر نضمن ان هذا التوقيع هو بهذا السقف الاعلى، احنا القصد الحد من المبالغه العاليه، احنا ما نحد من الانتقالات. لا حد يفهم خطا. طيب لا نحد بهذا هذه المنظومه اللي احنا نرغب فيها يقرها الاتحاد السعودي، لا نحد من الانتقالات ولكن نحد من ارتفاع العقود المبالغ فيه. طيب الوليد، أما الانتقالات فالحرية مكفولة بأن اللاعب يختار من يريد. طيب الوليد، أنتم اتفقتوا كمجموعة، أليس حتى ينجح المشروع بشكل أفضل، أليس من المفترض أن يكون عدد المتفقين أكثر، بمعنى أن يكون فيه أكثر من نادي حتى ما يتضررون الناس المتفقين، وحتجي أندية من برا وحتدخلوا أنت مكانكم ما اتفقتوا على شيء؟ بدون شك احنا نرغب حقيقة أن ينضم إلينا نادي النصر ونادي الاتفاق، تقريبا هم اللي مهيئين، يعني هم الناديين الان اللي نتمنى ان شاء الله يعني ينضموا لنا عشان تكون المساله تكون يعني ست انديه. طيب اللي بيضمن انديه تحدد سقف اعلى للاعب فقط. طيب ابو الوليد، اللي في تحدثوا سابقا وطرح بانه من الصعب جدا تطبيق هذا، اعطيك مثل، اتفق طرحته مثلا في اسم مطروح تقديم عرضين نفس العرض وتركت الخيار للاعب، قد وأقول قد يأتي مثلا مبالغ غير معلنة، وش اللي ممكن يعني يمنع؟ فقط الاتفاق الجنتلمان اللي بينك وبين الآخرين، ولا في ممكن أنظمة تضعونها؟ لا، احنا بنطلب من الاتحاد السعودي ان العقد لا يمكن كتابة عقد اعلى من هذا العقد، ان يكون القرار هو مش قضية هو اتفاق ميثاق شرف بين الأندية او اتفاق جنتلمان بين الأندية، احنا سنطلب من الاتحاد السعودي أن يضع حد أعلى للعقود. بس هذا مش قانوني يا أبو الوليد، يعني أنا توقعت أنه مسألة بس جنتلبان منكم ما راح توصل للاتحاد السعودي. ممكن لا تكون، ممكن تكون، إذا قرر الاتحاد السعودي له الصلاحية في وضع عقود وله الصلاحية في وضع تشريعات محلية. وتثق أبو الوليد أنه ما يكون في مبالغ يعني بالمصطلح الدارج تحت الطاولة؟ هذه أشياء إن شاء الله إحنا سنة هنا يبقى الاتفاق الجنتلماني جنوني. لما تضع نظام ويأتي الاتفاق الشخصي، اعتقد الاتفاق الشخصي
الجميع سيلتزم فيه، واحنا في نادي الشباب سنكون اول ملتزم. طيب، وكلاء اعمال لاعبين عندهم تكتل، يعني قاعدين يحاولون يعني يقفون ضد هذا المشروع، يقولون يصفونه غير قانوني وانه سيفرغ الانديه من النجوم وسيضطرون النجوم للانتقال الى خارج المملكه. وين بيروحون النجوم يعني؟ للانديه الخليجيه اقل شيء. ما في احد، ما ابدا، هذا مفتوح لهم الباب، اللي بيروح يروح، ولا حد وهذا هم الان يملكون عقودهم. وبعد الغاء المادة 18 ما شفنا أي نجم سعودي يروح للخليج إلا اللاعب ياسر القحطاني، راح عن طريق نادي. بس في، لأن في مبالغ بالويت كان يدفع. إيه، فلأن نادي العين دفع. القضية هي إذا كان لكل نادي خليجي يستطيع أخذ لاعب واحد، أندية السعودية غنية باللاعبين، وإذا راحوا احترفوا خارجيا بالعكس أي شيء مرحب فيه. طيب، ولا له علاقة هذا الوضع او هذا الاتفاق ليس له علاقه بتفريغ الانديه. انا لا اعتقد ان اللاعبين بيجلسون في بيوتهم، اللاعبين بيلعبون في انديتهم، وكثير من اللاعبين ومن النجوم موقعين بعقود سابقه ممكن بيكونون اعلى من هذا الرقم اللي مقترح. احنا نتكلم عن وضع لبنات وسياسات جديده ونظاميه للمرحله القادمه. طيب، وش رايك في وكلاء اللاعبين؟ هل تحملهم شيء مسؤوليه؟ انا وكلاء اللاعبين سيكون ايضا من ضمن مقترحات ومقترح من نادي الشباب ايضا. الحقيقه هناك ممارسات خاطئه من بعض وكلاء اللاعبين، هناك وكلاء لاعبين احيانا ياخذون والله عمولات من النادي ومن اللاعب. طيب، احنا راح نناقشها الان، انه يعني راح نطلب من الاتحاد السعودي مثلا انه ينبه انه تؤخذ عموله واحده من اللاعب او من النادي حسب الاتفاق. نعم، هذا واحد. اثنين، انا استغرب يعني في في في, في هنا عندنا في 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 يعني في وكلاء اللاعبين لدينا، نعم، اكثرهم يصرون على مبلغ 10% كعموله. الاتحاد الدولي لم يقر 10% فقط، اقر من 2% ل 10%. نعم، يعني نسبه مفتوحه. أه، حسب الاتفاق. فاحنا كانديه أرهقتنا مبالغ وكلاء اللاعبين الإضافية إلى 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 عند تعاقداتنا الداخلية والخارجية. هو يأخذها منكم ولا من اللاعب البوليد؟ لا، إذا كان وكيل اللاعب واللاعب جدد مع نادية يأخذها من لاعبه طبعا. أها، طيب. لكن إحنا واللاعبين راح الآن راح نقترح للاتحاد السعودي بتثبيت هذه النسبة مثلا عند نسبة معقولة يستفيد منها الوكيل ولا يتضرر النادي. يعني 10% كثيرة أنا أرى، يعني مثلا تثبت عند 4 أو 5% أعتقد شيء معقول جدا. أليست نسبة معتمدة دوليا والوليد؟ معتمدة من 2 ل 10 مفتوحة حسب الاتفاق، لكن إخواننا الوكلاء دائما يصرون على 10 ويعتبرونها هي النسبة، هي دائما الوكيل لا يتحدث إلا ب 10%. نحن في نادي الشباب الآن بدأنا من فترة ما في 10%، في 5% من بداية التعاقد أو نوقف المفاوضات، هذا خارجيا. فكثير من من نتعامل معهم من وكلاء اللاعبين الخارجيين ندفع لهم 5% فقط. طيب، فسنطبق يعني سنعمم هذه التجربة تكون ثقافة في المملكة انه 10% كثير. هذه طيب، من ضمن الاشياء اللي بنناقشها. ما هو النصاب؟ ما هو تكتل؟ احنا عشان نفهم اخوي عادل، نعم، هو اجتماع نتبادل فيه الخبرات، نتبادل فيه الآراء، نتبادل فيه المعلومات، نتبادل فيها، نطرح فيها ونناقش فيه كل شيء لأجل نصل إلى منظومة احترافية أعلى، ونصل إلى منظومة رياضية أعلى من اللي حاصل الآن، عشان نقدر نتوافق ماليا، يكون الداخل زي اللي يطلع من النادي. لكن للأسف الآن اللي طالع كثير والداخل قليل. نعم، طيب أبو الوليد، كم النسبة اللي لو اجتمعوا، يعني كم رئيس نادي اجتمع على هالقرار ممكن ينفذ برايك؟ يعني كم مثلا من 14؟ هذا سؤال غيبي يعني يا اخوي عادل، لكن انا ان شاء الله اثق بانه من يجتمع وسيوقع سيلتزم، انا اثق في الجميع. لا يعني ممكن لو اتفقوا فقط 6 أو 7 ايضا راح تكملون المشوار ولا راح توقفون؟ لا، راح نكمل المشوار وراح نقترح، والانديه الاخرى شوف قضيه احنا ما دعينا بقيه الانديه، يعني ما اعتقد ان ندعي مثلا أندية ما تدفع أساس، ما تصل للمبالغ هذه أساسا، يعني أكيد أنهم يعني ما راح يكونوا معنيين كثير بمثل هذا الاجتماع. فإحنا دعينا الأندية بما فيها النصر والاتفاق، لأن أندية هي اللي ممكن تصل لها المبالغ. طيب، وإحنا ما دعينا، إحنا وجهنا زي ما تقول
ما هي دعوة، هي عبارة عن اتفاق بين 6 أندية. طيب. من يريد من هالست أندية يحضر الاجتماع ويناقش أشياء كثيرة لا تخص سقف العقود فقط، مش أشياء كثيرة. طيب. نسبة الوكلاء، سقف العقود، أيضا عندنا اقتراح مهم جدا. طيب. نطالب بإلغاء مقدمات العقود في المملكة العربية السعودية. مقدمات طيب. العقود أرهقت اللاعب، أرهقت جيوب الأندية، بالإضافة إلى أنها سببت هبوط في مستويات اللاعبين. اللاعب عندما يحصل على 5 مليون 6 مليون مقدم عقد، من بكرة راح يخفض مستوى، الرصيد مليان في البنك والسيارة حلوة والبيت طيب، ما راح يلعب فيه. لكن لما يكون له أجر شهري زي ما عملنا في لائحة الشباب وزي ما عملت أندية كثيرة الآن بدأت تحول الأجر الشهري، أعتقد أن هذا هو المناسب. تلعب تأخذ، يعني غير المطالبة بالسقف أيضا إلغاء مقدم العقود، هذا شيء ضروري وجيد. طيب. لمستقبل الاحتراف. طيب. هذا هو اقتراح راح نتبناه. أنا عندي حقيقة مواضيع كثيرة بويد بس وقتي انتهى. أشكرك على تجاوبك معي. شكرا. وشكرا على هذا الوقت.